فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أشكل علي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للرجل الذي سأله عن الحج: أفي كل عام؟ قال له عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت. نعم. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام يشرع من تلقاء نفسه؟ بأمر الله عز وجل، لو قاله ما ينطق عن الهوى، لو قاله وجب، لأنه ما ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى. نعم.